دابا شي اسبوع بس وصلنا لواحد البوطه تهزت من لوبيتال ديال الحي الحسني، المستشفى الحي الحسني، بوطه ديال لاكشيجين ديال لوبيتال ديال الدوله، وحركناها مشينا عند المدير ديال المستشفى وقال لي نحن عندي واحد المحضر ديالي ونعيط عليه باش يرد هاد المساعي ديالي. قلت له شوف الله يجزيك بخير، عاد حسب ستوك ديالك اش فيه، ستوك اش كاين اللي فيه ستوك، اي حاجه في السبيطار عندها واحد الكود ديالها، عندها رقم ديالها، عندها اي حاجه عندها من المساعي ديالها. قلنا واخا، بقات الاجراءات بحال هكا خدامه، ما جاوش معنا، عاد صونيت عليه البارح شي اربع خطرات جينا جاو الاخوان ديالي طلعوا عند المندوبه، المندوبه قالت لي انا ناخذ الاجراءات ديالي انا درت، لان تنشوفوا هذا الشيء اللي تقول فيه ما خدام لوالو، اداره كاين عندها ناس مسؤولين بهذ المسائل كلها، كاين مستشار قانوني هو اللي تيتبع اي مشكل في الاداره، وقع شي حاجه سرقه وقع شي حاجه هو اللي تيتدخل، هو اللي تيدير بيفي، هو اللي تيدير المسائل كلها، تعلم رئيس المصلحه ديالو تيدير بيفي، تعيط الناس ديال الامن ديال الدائره اللي قريبه ليه، تيجيو الدائره تياخذوا السيد وتيجيبوا الدائره يتصدوا ليه، ومن تما تيهزوا للشرطه القضائيه، باش الشرطه القضائيه هي يعني هذا الشيء ديال الدوله ماشي ديال واحد مول الحانوت ولا اي محجوز ديال الدوله، تياخذ واحد الانسان واحد العقوبه شاده. متلبس ان كارهه، كان كارهه ب 2000 درهم، عطاني ب 2000 درهم وخاض عندهم 1000 درهم باش يعمرها. حنا توصلنا ماشي الضحيه اللي قال لنا السيد، قالوا لي الناس اخرين توصلوا بهذه المعلومه، عندنا ناس اللي تيوصلوا اي معلومه تيوصلوها لينا. دخلنا مشينا زعما دقينا باش نحلوا المشكل، ترجع القراءة على البلاصه وكشوي تحل المشكل، الناس ما جاو معنا حتى واحد. قدام السبيطار الفكري المندوبه مشى عندهم واحد الاخ طلع عندها، قالت لي انا بلغت الامن، واش هاد السيدات بلغت الامن والامن ما خلاص والو. مشينا تواجهنا مباشره الدائره الامنيه ديال منطقه حي الحسني، مشينا قالك اسيدي حنا هاد الشيء ما عندناش وما فراسناش. فعلا خرجنا مشينا بحالنا لدورنا، جانا اخبار في التليفون قال لك السيد راه اعتقلوه، هزوه من المندوبيه، جاو الناس ديال الدار الحمراء داو اعتقلوه و تيتسنطوا ليه، ودابا استدعوا الناس اللي وقع عليهم المشكل دايرين معاهم غدا ان شاء الله باش يجوا عندهم باش يتسنطوا ليهم. وحنا ماشي هاد الشيء ماشي دابا، ماشي ميم من نهار ديال كوفيد هو كاين هاد المشاكل، كنا بدا الكوفيد تلقى لاكشيجين ما كاينش، هادي ما كاينش، دخلنا بقينا نغوتو، دخلت سد عميله جابت لاكشيجين، جابت واش هاد لاكشيجين تصور لاكشيجين يومين ثلاثين تقول لك لاكشيجين ما بقاش حيل في لوبيطال، لاكشيجين واقيلا كان يهزو قرع الخاوي يجيبو الخاوي يهزو العامر، هادشي اللي بان ليا انا، كاين لوبيات، انا هادشي تيضر في خاطري، انا في المستشفى ديال الصحه ديال العمومي شكون اللي تيمشي؟ تيمشيو للناس الفقراء، الناس ما في حالهمش، اللي عندهم فلوس تيمشي للبريفي تيداوي راسو، ولا عندهم ميتيا تيمشي يداوي راسو. واللي ما عندوش سكين تيتواجه للسبيطار ديال الدولة، يعني ها انت تتشوف هاد القنبلة بدات، القنبلة علاش؟ هذاك السيد ماشي موظف ديال وزارة الصحة، هذاك أجون سيرفيس مسيفطينو من الجماعة باش يعاونو وزارة الصحة في هاد السوق، واحد تيسوق لابيلانس، جوج تيسوق لابيلانس، ما كاينش عندهم تكوين، التكوين ما كاينش نهائي. واش الإنسان بحال جبتي شي واحد من الموقف وعطيتيه واحد الطونوبيل قلتي لي سوقها،